لمناقشة وجود الميليشيات في العراق الموالية لإيران والقلق الذي ينتاب واشنطن جراء ذلك وانعكاس أيضا ذلك على اللقاء المرتقب بين الكاظمي والإدارة الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي. دكتور عبد الرزاق مرحبا بكم. يعني مع تصاعد هجمات الميليشيات خلال الأسابيع الماضية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، هل هناك رسالة تريدها إيران من خلال هذه الميليشيات في سوريا والعراق أن توصلها لجو بايدن؟ شكرا على الاستضافة، تحياتي لك ولجمهور المشاهد. حقيقة هذا موضوع المشاكسة بين النظام الملالي في إيران والإدارة الأمريكية طبعا هي ليست جديدة، يعني كثير من الناس يعتقدون أنه هناك ثمت خلافات استراتيجية بين النظام في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة هو لا توجد هناك يعني هذا النوع من الخلافات والمشاكل الاستراتيجية، وإنما هناك توافقات عادة ما تجري أما تحت الطاولة أو تجري بعيدا عن وسائل الإعلام التي تراقب بشكل مستمر هذه العلاقة اللي تكاد تكون مرتبكة إلى حد ما. القضية الأساسية ليست فقط ما يخص يعني الميليشيات الغير منضبطة بالعراق، الميليشيات المجرمة، وإنما الحقيقة هو الموضوع يتعلق بوضع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا التدخل الإيراني السافر في لبنان وسوريا والعراق واليمن، يعني بمعنى أن هناك تصور أفقي لكل ما يحدث في المنطقة. الملاحظ أنه خلال الفترة الأخيرة ما يحدث في سوريا تحديدا هناك بوادر لإخراج إيران بشكل مطلق من سوريا، بعد أن لاحظنا أن هناك مشاكل حدثت أطرافها روسيا وتركيا وحتى النظام في سوريا، وكل هدفه كان أنه كيف يخرجون أو يدفعون باتجاه أن تخرج إيران من سوريا. طيب، هذا يرتب على الميليشيات التابعة إلى إيران في العراق أنه تزيد من عدد أنشطتها وفعالياتها، بما يوحي أن هناك فعلا إشكالية كبيرة بين هذه الميليشيات وتواجد الأمريكي في العراق. طيب، أنا أعتقد يعني جازما أنه كل ما يحدث هو عبارة عن يعني محاولات للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لترطيب أجواء الاتفاق النووي بين الطرفين. نعم، وأيضا يعني إيران تحاول أن يعني تبرر أمام الشعوب الإيرانية أنها فعلا جادة في أن تأخذ بثأر السليماني. بالمناسبة أنا في نفس اليوم الذي قتل به هذا المجرم قلت أن من مصلحة النظام الإيراني أن يتخلصوا من سليماني، بمعنى أنه الولايات المتحدة الأمريكية قدمت يعني خدمة كبيرة لتخليصها من هذا الاسم الذي أصبح مجرد وجوده أو تكرار اسمه يعني أشياء كثيرة تلتبس الموقف الإيراني في كل. طيب دكتور، دكتور، بعد أيام يلتقي الكاظمي بالإدارة الأمريكية ضمن جولات الحوار الاستراتيجي بين الكاظمي وواشنطن، من المؤكد أن يكون على طاولة الحوار موضوع الميليشيات. كيف تتوقع رد الكاظمي على مطالب الولايات المتحدة بالحد من نفوذ الميليشيات؟ كيف سيقنعهم بالرد دكتور عبد الرزاق؟ شوف، أنا وجهة نظري يعني وأكاد أكون جازم في هذا الموضوع، هذه الميليشيات لم تتأسس يعني في العراق وحتى في سوريا إلا بموافقات أساسية أو موافقات ضمنية أو موافقات بشكل غير مباشر من الاحتلال الأمريكي، بمعنى أن وجود هذه الميليشيات وما تقوم به حقيقة لا يخرج عن دائرة ما خطط أمريكيا وصهيونيا داخل العراق. بالنسبة إلى الكاظمي، حقيقة الكاظمي هو تم اختياره طبعا ضمن موافقات أو توافقات
بين القوى التي تهيمن على المشهد بالعراق، هذه القوى العميلة، القوى المجرمة الفاسقة. هذه طبعا أتوقع أنه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة ليس من مصلحتها أن تنتهي أو ينتهي وجود هذه الميليشيات، لأنه حقيقة هذه الميليشيات وما تقوم به وما تقوم به إيران يصب في خدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. على أقل تقدير أن وجود هذه الميليشيات وما تقوم به من أعمال عدائية ليس داخل العراق فقط، وإنما حتى على دول المجلس التعاون الخليجي، هذا طبعا كله يصب بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تكبل هذه الدول باتفاقيات بيع السلاح وتقديم الخبرات وغيرها. بمعنى أنه إحنا الآن حقيقة أمام مسرحية أطرافها يعني تكاد تكون واضحة ونواياها قسم منها معلن وقسم آخر غير معلن. لذلك أنا لا أتوقع الكثير من نتائج يعني ممكن أن نعول عليها في اللقاء بين الكاظمي وبين السيادة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لو تريد، لو تشاء أن تقضي على هذه الميليشيات وتقضي على كل هذه العثرات الموجودة الآن بالعراق لاستطاعت أن تفعلها خلال أقل من 24 ساعة، ولكن هذا طبعا ما يحدث في العراق هو شيء مخطط بشكل مسبق، وهو طبعا يصب بالنهاية في خدمة الاستراتيجية الأمريكية والصهيونية بالمنطقة. دكتور عبد الرزاق، هل تعتقد أن الضربات الميليشياوية ضد القواعد الأمريكية في العراق، خاصة في أربيل وأيضا في قاعدة عين الأسد في الأنبار، هي من أجل أن ترضخ أمريكا للملف النووي الإيراني، أي بمعنى أن الميليشيات تحارب بالنيابة عن النظام طهران؟ هو أنا أعتقد يعني حقيقة من خلال هذه التجربة، تجربة 18 سنة، أنه هناك يعني مخططات، وهذه المخططات طبعا بها توزيع بالأدوار، يعني مثل ما تحدثنا قبل شوية عن المسرحية. نعم. والمسرحية تناط أدوار معينة لجهات مثل إيران، الميليشيات وجهات أخرى أيضا، وكل منهم مرسوم له دور ويؤديه بالطريقة التي تخدم النتاج النهائي لهذه المسرحية، وهي خدمة الوجود الأمريكي في المنطقة، وأيضا تعزيز الدور الفارسي في المنطقة. وهذه طبعا اتفاقية أو اتفاق أو النقاش أو الحوار الذي يجري الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية ونظام الملاذي، يعني أقول أنه سينتهي إلى حيث ما انتهى سابقا الحوار مع طيب دكتور الوقت نفد منا، ولكن بدقيقة لو سمحتم، هناك تصريح لوزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها تأخذ هجمات الميليشيات في العراق على محمل الجد، وقالت بأنه هي تريد حماية مواقعها أو قواعدها في العراق. كيف نتوقع رد الولايات المتحدة؟ هل هناك حرب مباشرة بين الولايات المتحدة والميليشيات؟ هل تتوقع ذلك؟ بدقيقة لو سمحتم. يعني بس فقط أقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية لو تريد أن تبعد الأذى عن قواعدها وعن جنودها، يعني عملية سهلة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أقمار صناعية وتمتلك طائرات مسيرة، تمتلك هذه الطائرات قدرات على كشف الأهداف قبل أن تتحرك. بمعنى أن كل هذه الاعتداءات التي تحدث هي حقيقة ممسرحة، بدليل أنه لحد الآن لم يقتل ولا شخص أمريكي ولم تصاب أي معدات أمريكية مهمة، وهذا يعني أنه كل عمل ممسرح، والحقيقة الضحية الوحيد من الموضوع هو الشعب العراقي. من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي، شكرا جزيلا لكم.